في مبادرة لاقت استحسان الجميع على حملات عام دورية للتبرع بالدم تجوب مختلف دوائر ولاية البويرة العينة من بلدية مشدالة بأعالي منطقة القبائل. التغطية لخالد شودار. أنا اليوم جيت نتبرع بالدم تاعي وكاين ناس محتاجين الدم كيما هذا، ان شاء الله اخويا صدقه جاريه. اسمع مرحبا به، واللي مازال ما سمعش اخويا ان شاء الله يسمع بهذه الحاجه. وشاد اسكي اسمي الصدقه دائما خاطر معكم في داك معكم في المواقي خصني صاشي دائما وسد نفكي. لاحظنا من بدايه هذه الجائحه هناك عزوف كبير بالنسبة لعملية التبرع بالدم، وبالخصوص أن هذه العملية تقام داخل المستشفيات، فكان علينا أن نذهب إلى المتبرع بالدم. فنحن في هذا الإطار نقوم بعمليات تحسيسية لجلب المتبرع لأنه الاحتياج يبقى كبير وكبير وكبير. لما متواجدين في بلدية مايو في حملة التبرع بالدم، هذه الحملة اللي عرفت انطلاقة تاعها من بلدية الأخضرية اللي تمس يعني 5 دوائر، ان شاء الله راح تكون في اليوم رانا في مايو، تكون في سور غزلان، في عين بسام، واختتاما بولايه البويره. في لفتة